السلام عليكم، هذا هو براين ميلز، عميل سابق في الاستخبارات الأمريكية. جاء لهذا المحل باش ريكاردو البنتوكين اللي وصلت ل 18 عام. براين كان مزوج بلانور ووقعوا مشاكل وتفارقوا. نقطة التحول في هذه القصة غتبدا ملي كيم ولانور اجيو عند براين يطلبوه باش يخلي بنتو كيم تسافر مع صاحبتها اماندا لباريس، لكن براين حس بشي حاجة ماشي هي هذيك ورفض وقال لها خايف عليك. كيم ولانور مشاو مقلقين للدار. الغد ليه براين وافق وقال لها غنخليك تمشي ولكن بشروط، تعطيني عنوان التليفون ديال الدار اللي غتريحوا فيها واي بلاصة غتمشي ليها غتعلميني انا الاول. ووصلوا للمطار وفرحات كيم وصاحبتها اماندا وقال لها براين ما تنساش التليفون. ومع وصلوا لباريس اماندا بغات تصور كيم، هو يجي واحد خونا سميتو بيتر قال لي ما نصوركم بجوج وبقى كيدي ويجيب معاهم في الهضره حتى قال لي مركين الدار يلا نوصلكم مرحبا بكم وتعقوا فيه. وقال لهم ضروري ما نتلاقاو وغير بعد منهم شويه وصونا ليه واحد السيد وقال لي باللي كاينين جوج دريات في الطابق الخامس. وطلعوا للدار بجوج وبداو كيشطحوا طالقين الموسيقى على الجه. براين بقى متوتر بزاف حيت كيم ما صوناتش ليه وقالت ليه باللي وصلت شويه. كيم هزات التليفون وبعدات من صداع الموسيقى وصونات لبراين وقالت ليه اسمح ليا راه غير مع السهام والسفر نسيت ما صونيتش ليك. عرفتش قال لها فين واقفه دابا؟ قالت ليه في الحمام. قال لها سيري لبيت الناس وتخبي تحت من السرير وقوليها ليا. مع وصلات قالتها ليه وقال لها دابا الجزء المهم ديال الخطه راه غادي يخطفوك بقاي مهدنا، عندك 15 ثانيه حط التليفون في الارض واي حاجه بانت لك لون الشعر صوريه وشمه قوليها ليا. وقال لها ها هما جايين واحد شوي هما جروها هي تغوت لحيه طويله ووش مفليد نجمه ولا هلال. وهز براين التليفون وطالع عليه الدم وقال ليه ما عرفتش شكون انت وشنو باغي، الا كان الفلوس ما عندي حتى ريال ولكن عندي مهارات اللي نقدر نجيب لك بها وقت تكون في اخر الدنيا. ولا تلقتي بنتي دابا سال الفيلم ما غاديش نقلب عليك ولا انتبهك، ولا ما تلقتيهاش غادي نقلب عليك وغادي نجبدك وغادي نقتلك. هو يقول لي الخطاف ومشى كيجري براين عند مرتو الاولى وقال لهم باللي كيم تخطفات واش عندكم شي اعداء وشي مشاكل مع شي واحد؟ وقالوا لي لا. وز الباسبور ديالو وشد طياره خاصه وهبط لباريس ووصل للدار اللي كانت فيها كيم واماندا وبدا كيتسلد تطلع ودخل للدار وبقى كيرجع في الفيلم ديال الاختطاف وكاع البلايص اللي داز منهم كيم ولقى التليفون مهرس في الارض وفي كارت ميموار. هزها ودخلها في الماكينه وبدا كيشوف في التصاور حتى طاح في صوره ديال بيتر اللي صوروا النهار الاول في المطار. بيتر طلع ماشي ساهل وخدام مع واحد العصابه كيجر لهم الدريات اللي كيجيو لباري باش يخطفوه. ومع بدا كيهضر مع هاد الدريه جا براين ودخلو للطاكسي وبدا كيضرب فيه كيقول لي قول لي دوك الدريات تاع البارح شنو درتي ليهم فين مشاو. بيتر بدا كينكر شويه ويجي واحد العزي ويجرو وبدا مفاتن معاه وهرب بيتر وبقى تابعو براين حتى لواحد القنطره وغادي نقص بيتر من الفوق مع نقص ضربو كامل وقتلو. براين قلب على واحد صاحبه قديم نائب مدير الامن في باريس وقال ليه بلي الالبانيين خطفوا لي بنتي تعاون معايا خليني نلقاهم. ومشى براين وداك نائب المدير ديال الامن غادي يصيفط ليه واحد يتبعو. وصل براين لواحد البلاصه فيها واحد خونا كيفهم الالباني قال ليه ترجم لي شي هضره وقال ليه هذه ماشي شي حاجه مهمه كيهضروا غير عادي ووراه البلاصه فين كيكونوا. ومشى براين عند واحد خوتنا خدامه مع الالبانيين وبالعاني بدا كيتفاوض معاهم على الطلع باش يلفت الانتباه ديال شي واحد من العصابه ويجي عنده. وداك الشيء اللي طرا وجا واحد كيسب في براين وقال لي عطلتينا وشنق عليه دار لي جي بي اس في حوايجو. وبراين بان باللي مدمدم وخلص ليه فلوس وخلاه مشى. براين مشى لواحد البلاصه عامره بنات شاد الصف وقطع حتى هو الورقه معاه ودخل لدار الدعاره. دوك البنات اللي كيخطفوهم كيخدروهم وكيحطوهم في ديك الدار. وبدا براين كيقلب على بنته لقى وحده لابسه نفس اللبسه اللي كانت لابسه كيم وحاول باش يخرجها معاه. تفاتن مع العصابه وبزز باش قدر يسلتها ويدخلها للدار. جاب لها الدواء وعطاها السيروم حتى حيد من التخدير وسولها على اللبسه من خداتها ووراها تصورت كيم وقالت ليه باللي كان فيه البرد وعطاتها ليه بنتي في واحد الدار حمراء. وقال لها فين جات هاد الدار الحمراء؟ وقالت ليه في شارع سميتو باراديز. ومشى براين في الصباح لديك باراديز ودخل للدار لقى واحد خونا من العصابه قال لي انا جاي باغي نقابل الرئيس ديالك وجبد لي واحد الكارت مزوره ديال البوليس وقال لي بلا ما تعطلني دخلني نشوف ولا غنعيط لك دابا على البوليس كاملين غادي يجيو. داك اللي من العصابه قال لي واخ ودخلو. مشى لواحد الكوزينه عامره ببنادم وبدا كيدوي على اساس هو من الامن وبدا كيقول لهم بلي حنا عارفينكم كتاجروا في البنات والروينه عطوني فلوس باش نشريو السوق. وبدا كيطلع فيهم بواحد بواحد وفي الاخر خلاهم يعطوا الفلوس وجبد واحد الورقه مكتوب فيها جود لاك بالالبانيه وبدا كيقول لهم قراو ليا شنو مكتوب فيها. واحد في هذيك العصابه قراها ليه وقال ليه جود لاك قول لك. تماك تفكر براين باللي هذا هو اللي خطف ليه بنته وقال ليه عقلتي عليا انا هو هذاك خونا اللي دويت معاك هذه يومين وقلت ليك باللي غادي نلقاك. وبدا التفرشيخ ديال بصح واحد تابع الاخر. براين فرتكهم كاملين وقلب في الدار لقى اماندا صاحبه بنته كيم وهي ميته بالتخدير وبقى فيه الحال ملي شافها في ديك الحاله. وشد خونا اللي كان خطف ليه بنته وعذبه وقال ليه شكون اللي مصيفطو وفين كاينه بنته. ومشى براين عند نائب مدير وبزز عليه باش يجبد ليه واحد المعلومات على ذاك السيد اللي قال ليه الالباني وعطاه العنوان ديالو صحه. ومشى براين لواحد البلاصه عامره بالناس الكلاس ودخل
دخل لواحد البلاصه فيها سيكوريتي بكارت مزوره وضربوا وهبطوا لتحت وخباه وبدا كيشلط فيهم واحد بالواحد. وهاد البلاصه هي اللي كيجيبوا فيها الشاده الشيباني وبقى براين كيهضر معاه من الشيباني ما بغاش يطلق ليه بنته وقتلو. وجات كيم كتجري عند بواها وقالت لي اسمح لي ما سمعتش هضرتك المره الاولى وبدات كتبكي وداها براين الامريكان وفرحات مراته لانور. وهكذا براين قدر يرجع بنته للدار ويتغلب على الالبانيين. هاد الفيلم سميتو تيكن وكيتعتبر من احسن الافلام ديال الاثاره والغموض. الى عجبكم الفيلم ما تنساوش تشتركوا معايا في اليوتيوب وفي الفيسبوك وتبارطاجيو. السلام عليكم.